هذه عودة أخرى مشاهدينا الكرام، حلقة الجزء الآخر من البرنامج، حلقة عن قسم جوازات الكرخ. تم تصوير مشاهدينا الكرام في جوازات الكرخ. شكرا للدكتور العميد ضرغام مسؤول إعلام جوازات والجنسية والإقامة على إتاحة الفرصة لتصوير في بطاقة الوطنية وأيضا في الجوازات، وأيضا مقدم أحد ضباطه مقدم وسام تواصل ويانا وتم التصوير في جوازات الكرخ. التقينا بسيد العميد عميد جاسم وأيضا الرائد إحسان وتباحثنا قبل أن نصور عن الجوازات، فقال كل الأماكن مفتوحة لكم، ممكن تصورون في أي مكان إن كان بمعيتنا معاكم بالجولة أو بدوننا. فقلت له أنا دائما أفضل أن يكون المسؤول معنا حتى يحل المشاكل مباشرة مع المواطن. بصراحة شفنا الدائرة تمشي بشكل طبيعي، يعني هذا شيء إيجابي يحسب على كل دائرة. أما الدائرة اللي أشوفها عرقلة وحاشا، يعني أي مسؤول سوء إدارة، أنا راح أنوه وأن أذكر بعض المفاصل اللي أشوفها كإعلامي. واجبنا أن يتم تقييم هذه الدائرة إعلاميا، يعني مو جهة مسؤولة أو مفتشية أو مسؤولين أو لجنة قضائية، لا، إحنا وسيلة إعلامية نظهر آلية العمل في كل الدوائر أولا بالدرجة الأولى، ومن ثم نؤشر على الأخطاء إن كانت سلبية وإن كان هناك أشياء إيجابية في هذه الدائرة. فنحن محايدين بالتالي نظهر الإيجابي والسلبي. نشاهد نحن وإياكم مشاهدين الكرام جزء من ما تم تصويره في جوازات الكرخ بمعية السيد العميد عميد جاسم. نشاهد نحن وإياكم هذا التقرير ومن ثم نعود. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم، هذه حلقه جديده من برنامج خدمتكم. اليوم حلقتنا راح تكون في قسم جوازات الكرخ. استضافتكم اليوم العميد جاسم فرج تجيل مدير هذا القسم. نرحب بك اجمل ترحيب بسام. اهلا وسهلا قناه اليوم ومرحبا بكم في دائره جوازات الكرخ التابعه مديريه الاحوال المدنيه والجوازات والاقامه مديريه شؤون الجوازات. اهلا وسهلا بكم. الله يحفظكم. سيادة العميد، واحنا اكيد بالبداية اول ما ندخل في اي دائرة خدمية راح ندخل على شلون المواطن يبدا معاملته، بالتالي من خلال البرنامج راح تكون هناك اسئلة للمواطنين استفساراتهم، وان شاء الله تكون هذه الحلقة هي معرفة عامة لكل المواطنين اللي يقومون تقديم جوازات في دائرة. في آلية عمل جوازات الكرخ وهي الآلية ثابتة في كل دوائرنا، طبعا المواطن يكمل فايلة خارج دائرة يجيب صك واستمارة ومستمسكاته الثبوتية. هذا فايل؟ اي هذا فايل يجي على الاستعلامات، بالاستعلامات يدقق بس تدقيق بطاقة السكن. زين. انه البطاقة يمنه من ضمن الرقعة الجغرافية. يدخل مباشرة قبل على المدير، يعني ما يروح لا يمين ولا يسار. المدير راح يحوله على ضابط من ضباط التدقيق. وتبدا الاجراءات البدائيه لمعاملة المواطنين. المواطن راح تدخل القاعه ان شاء الله وتشوف ما يطول اربع دقائق خمس دقائق، اللي المستوفيه لشروط ما تطول ازيد من اربع دقائق خمس دقائق انه ينجز معاملته وثاني يوم يستلم الجواز. سياده العميد، اول اجراء هاي الدائره هاي القاعه قاعه استلام المعاملات، يعني راح يتوجه هسه عندك فايل جديد. شباك مع ياسر عسري. ياسر هذا مواطن اول ما جيه، بس هم المواطنين من يجون كل واحد ما شاء الله يجيب له اثنين ثلاثه على فايل واحد فيصير زخم يعني. اي اي يلا سعيد فايل هسه راح يختمه يحوله على احد ضباط التدقيق. ناخذ واحده لو سلم الفايل واستريح انا سلم الفايل وبعد هذا هسه يحوله على شباك رقم واحد. هذا شباك رقم واحد ضابط تدقيق ملازم المصطفى راح يدقق له الفايل. بعد انتهاء التدقيق من ضابط التدقيق راح يتحول للتصوير. بعد انتهاء التصوير يحوله لاستيفاء الرسم. يعني هو هذا فايل كامل هسه امامك، يعني هذا فايل كامل باستماره
وبمستمسكات ثبوتيه جنسيه شهاده الجنسيه العراقيه وصك. هذا بعد يكمل بعد ان يكمل ضابط التدقيق راح يحوله على التصوير. بعد اكمال التصوير عمليه التصوير راح يتحول لاستيفاء الرسمي من ضابط الحسابات. بعدها ياخذ كرت ويطلع. خصوص البطاقه التامينيه ماكو بطاقه. لا ما نحتاج بطاقه تامينيه. اهم شيء بطاقه الصحه حتى تصير سيطره على الرقعه الجغرافيه. يعني قضية تنظيمية، قضية بطاقة السكن. الاستمارة شلون يجيب المواطن؟ الاستمارة اكو يعني مواطنين والله يعني هاي احنا نحب ننوه عليه من خلال قناتكم المباركة. المواطن يقدر يقلل من صرفيات انه المعاملة خارج الدائرة، يعني يقدر ان يجيب الصك من المصرف بأقل كلفة. والاستمارة هاي المقروءة آليا، يقدر من خلال الانترنت بالبيت يعني يسحب استماره واستنساخات يقدر يخليها طابعه بالبيت، يعني تفيده باقي اموره الحياتيه اللي يحتاجها. يعني انت دائما تحتاج مو بس ان الجوازات، تحتاج عندك معامله بالعقاري بالهذا هو يعني بالاطفال بالمدارس استنساخات، يقدر انه من خلال افضل منه انه تقلل الكلفه احسن ما ياخذها من برا منه. تفضلي على شباك رقم واحد اختي. يا هلا بيك. لا هو هذا على شباك رقم واحد. الاجراءات اول ما يدخل المواطن نقوم بتحويله على ضباط تدقيق، بعد التدقيق المعامله يرجع لي اوقع لي ويسلم لي الحسابات. يعني اجراء سهل ومبسط. شنو مثلا المواطن حده يجيب مثلا نقص مستمسك واصلا لا عشان بالاستعلامات يكون مستمسكاته ويبلغه ويجيب النقص اللي عنده. المشكله مثلا اذا صوره قديمه شلون اجراءات؟ نعتمد مثل على الشهاده. اي اذا الجنسيه مثل صوره قديمه اذا شهاده اسناد لها، اذا اثنيناتهم صوره قديمه ندزها بصوره قيد. اي بدون ما نطالبه بالظاهر بطاقه لين تاخر. فتسهيل امر يعني حسب التوجيهات المراجع. هذه عودة مرة أخرى مشاهدين الكرام، حول حلقتنا اليوم بعنوان حلقة خاصة عن قسم جوازات الكرخ. طبعا هو ليش خلنا الكرخ؟ هو نموذج أو عينة عن كل المكاتب اللي هي مختصة بالجوازات العراقية. طرحنا وايد اتصالات، نعم نفتح الاتصالات. الأخوان اللي عنده استفسار بخصوص الجوازات، أي إشكالية أي مشكلة أي استفسار بخصوص الجوازات، أرقام الموجودة أسفل الشاشة ممكن تتصلون بها علينا وراح ننقل تساؤلاتكم إلى السادة المعنيين. نتصل بالسيد العميد الرغام أو الأخوان الموجودين المكلفين من مديرية الجوازات والجنسية والإقامة على إجابة على كل تساؤلاتكم، وإن شاء الله أبوابنا مفتوحة لكم وكذلك الأخوان. نعم اتصال عندنا أبو محمد من ميسان. تفضل أبو محمد. ألو أبو محمد من ميسان، تفضلوا. إزيك أستاذ، شلونك أستاذنا العزيز؟ الله ألف هلا بك أبو محمد. ويحفظ قناتكم هاي اللي قناة اللي والله تنقول قناة الشعب هاي. الله يسلمكم خدمتكم إن شاء الله. قناة وهذا موضوع يعني جيد، يعني الموضوع أنا دائما أتابعكم أستاذنا العزيز. أنا سبق وأنا ناشدتك أستاذ سيدي روح لك على الطفل هذا. يعني هي هم أزمة سكن عندنا وهم أزمة مرض. نعم. يعني أنا من خلال قناتكم أستاذ. بس الصوت علو شوي أسمع. اي والله شلون حجينا ابو محمد؟ اسف ما سمعت الصوت. الطفل عندي عمر 10 سنوات وعمليته بالنجف، انا سبق وان شددتكم عليه. نعم. واريد قاعد اتواصل ويا المستشفى اهلي وما عندي اودي، يعني اريد اطلب المساعده من الله منكم. وهذا اعتبروا اخوكم. انا بخدمتك ابو محمد. قناة الايام. انا بخدمتك يعني. نعم. الاخوان راح ياخذون رقم تليفونك. اي والله. هاي مناشدتك لاي يعني شخص صاحب يعني يقدر يساعدك، احنا بخدمتك. يعني احنا والله استاذ هذا حالته ساءت الطفل استاذ. نعم. هذا الطفل حالته ساءت وعمليته وجاي يعني بالأسوأ ينزل، واريد اوديه للمستشفى الاهلي الله، وهاي تقارير تثبت له مستمسكات. زين ابو محمد راجعت لي خب عندك الكفيل، عندك
مستشفى زين العابدين يعني هواي مستشفيات. هو رحت الا بفلوس المبلغ يدون مبلغ استاذ رحت لهم وعدي وخذت رنين وخذت كل شيء بس ما عندي اجري للعمليه اجري للعمليه ما عندي استاذ. لا عفوا عفوا حجينا ابو محمد مستشفيات يعني هذا الموضوع يعني هيك تذكرته يعني مستشفيات العتبه اكثر من مره فتحت العمليات مجانا وال يعني مراجعه مجانا يعني ليش ما استثمرت الوقت واخذته يعني؟ والله رحت حتى للسيد مكتب السيد الشتان رحت يا استاذ العزيز وانا اطلب من قناتكم لين مليت والله الله الله شاهد يعني صار لي اكثر من شهرين اكثر بالوزارات وبالمستشفيات ما سوى لي اشاره الا مستشفى اهلي مستشفى اهلي بمستشفى ابن بلال الاهلي عمليته وهاي التقارير شنو عمليته شنو عمليته هو؟ عمليته عنده قصر برجله وعنده تشنج عضلي. زين اكو مستشفى مدينة الطيب واكو مستشفى هو اصلا جراحات تخصصيه خاص بي. والله رحت استاذ يعني هو عنده شلل بالدماغ استاذ عنده شلل بالدماغ. انا بخدمتك حجينا ابو محمد يعني الاخوان نعم. احنا كوسيله اعلاميه انا اكون بخدمتك. اي والله راح ناخذ رقم تليفونك مشاكل. ابو محمد راح ناخذ نعم. تليفونك ويضعه بالاستوديو اي شخصيه اي شخص اي جهه تتصل نعم. وسمعت مناشدتك احنا راح نمنحها فقط يعني احنا وسيله راح نصير ناخذ التليفون ونطلع له بخدمتك. الله يحفظك ان شاء الله خير الله يقومك بالسلامه ان شاء الله. جزيل الشكر استاذ. لا لا بخدمتكم ابو محمد بخدمتكم ان شاء الله. شكرا لك ابو محمد. حتى نكون على بينه يعني في يوم احد الاخوان اتصل بي قال انا اريد محتاج مساعده وتفاصيل قمنا بالمساعده الحمد لله واشكر اهل الخير هواي فقاموا بالواجب ويعني صار المبلغ بصراحه اكثر ما هو متوقع له يعني طلب مناشده ثانيه وايضا ما قصروا الناس ما اريد اذكر الاسم وما اريد اذكر التفاصيل فهاي هذا العمر اللي قضيته انا بالاعلام عندي محاذير بصراحه ولكرامه الانسان اعلنت قلت احنا هذا الشخص ما نطلع صورته وما ردنا نصور لكن هو قال انا عادي ماكو مشكله ورغم كل هاي خلينا ظلال على الوجه يعني بحيث ما يبين معالم وجهه ولا ملامحه يخابر ثاني يوم يقول لا انتم قللتم من قيمته قللتم شخصيته اقسم بالله لا ظهرنا شكله ولا اعطينا اسمه الكامل هو اصلا راد يعلن اسمه الكامل قلت له لا تعلن اسمك احتراما لشخصك ما اريد الانسان من يطلب حاجة ما نريد احنا ان نكون حال بعض الفضائيات ان نظهر ونقول لفلان واشكر لنا فلان وحمد لنا فلان هاي مو اخلاق الاسلام بصراحة صح يقول من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق لكن احنا مو بطور ان نصدر نفسنا بان نقدم خدمة لاجل النظر احنا يعني هذا ديدنا مرات يقول لك ان نقدم الخدمه بشكل غير معلن هذا افضل الخدمات اللي نقدمها ان تقدم شيء بغير اعلان عنه صح في بعض الاحيان هي من الضروريات ان تعلن عنه وتقول يا احنا قدمنا خدمه لفلان وفلان حتى يكون مثلا هو دعم للاخرين ان او حافز للاخرين ان يقومون بنفس هذه الخدمه او اكثر لكن احنا ارتئينا ان لا نظهر على الشخص لكن يتصل بينا في اليوم الثاني يقول يابا انتم شلون تطلعون يابا ما نطلعك احنا ولا نريد نطلعك لكن اجبرنا انت تقول انا اريد اطلع على الشاشه فهي واحده من القيم فاخونا ابو محمد احنا كوسيله اعلاميه احنا طريق جسر لك ما بينك وما بين اللي يريد يتبرع فلا راح نظهر اسمك ولا راح نظهر كذا فاذا اتصل بينا احد الاشخاص او جهه معينه قال عندك كفل بعلاج هذا الطفل احنا راح نكون بخدمتكم راح نوصل تليفون الاخ ابو محمد اذا الاخوان استلموه يعني ما اعرف استلموه لو لا ولو ده صوت ده قطع عندي بالاي بي سي فما قاعد اسمع يعني فعلى العموم فاكيد يعني الاخوان اخذوا رقم تليفونه فان شاء الله نكون نعم اخذ رقم تليفونه جيد ممتاز عندنا اتصال جيد خلنا ناخذ تقرير اوكي خلنا ناخذ تقرير اذا مشاهدين الكرام نشاهد نحن وإياكم التقرير الثاني عن قسم جوازات الكرخوم ثم نعود
سياده العميد شفنا الاجراء مع سياده العقيد مصطفى. اوكي عندي سؤال. اي تفضل. بخصوص اللي ايش قد الفتره الزمنيه لاستبدال الجنسيه او الشهاده الجنسيه؟ والله زمن محدد. احنا اكو تعليمات يعني الجنسيه 2006 2007 تعرف يعني المعالم الشكل مال اي انسان تتغير بفتره 15 عام او اكثر، فنطلب تبديلها. وهسه ترى الاجراءات بالبطاقه الوطنيه يعني صارت اسهل كلش، لان تعرف انت سيد الوكيل اقدم يعني متابعه مباشره بالكاميرا. هسه انت واقف يمنا واحتمال يعني سيد الوكيل قاعد يباع علينا يعني شفنا اي يعني ماكو، صارت متابعه الكترونيه دقيقه جدا يعني ماكو مواطن يتاخر كذا. حتى بالنسبه الى يعني احنا نخرج نطلع خارج موضوع الجوازات، يعني حتى بالنسبه لقضيه البطاقه وتسلسلها بالطابعة هناك يعني صار تسلسل. انت تجي اليوم يعني ينطونك موعد، اللي يجي وراك بعد ما يقدر يعبر. اي هاي يعني بجهود من السيد الوكيل الاقدم والسيد مدير عام السفر والجنسيه المبذوله، وصلوا الى انه اليه كلش دقيقه وجيده وبها فائده للكل يعني. فان شاء الله الاجراءات تبسطت بكل دوائر الجنسيه العامه. احنا هسه انت هسه راح تروح مباشره لاي مواطن تساله يقول لك انطوني موعد باكر، فليجيب معاملته اليوم. اي مواطن يدخل اليوم للدائره ثاني يوم يستلم الجواز، يعني خير يعني بركه ان شاء الله. فما يسال المواطنين هذا عندهم مثلا. السلام عليكم. هسه ما تاخرنا ثواني زين، يعني الحمد لله معاملتهم كلش حلوه. هسه ايش قالوا استريح اي شنو منتظر التصوير؟ لان صوروني كملت يعني اول ما دخلت الحمد لله. بس لا تطلعوها بال لا لا عادي. هاي الاجراءات تحسيها صارت اسهل من قبل؟ متاكد مستخرج؟ اي والله بصراحه انا قبل يعني مطلعه بال 2010، هسه لا هواي افضل. ممتاز ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله تمام. تسلم. السلام عليكم. شلون شفت الاجراءات؟ والله يعني مو مثل قبل، يعني اجراءات سريعه. انت كملت كل اجراءاتك القانونيه من وثائق من سايك كذا، فجيت تتخيلت انت انه تتاخر احتمال اكثر؟ يعني عسى يعني هسه على اشوفه يمكن ربع ساعه نص ساعه انا بالبيت يعني رايح يعني اللي شيء نتمناه يعني ان شاء الله. ان شاء الله. ممتاز سياده العميد، يعني لحد الان دا اشوف اجواء ايجابيه. السلام عليكم. السلام استاذ العزيز. صارت ايش قد من جيت؟ صار لي ربع ساعة. وين وصلت؟ سلمت الفايل. تصوير صورات؟ لا بعد. وهاي المستمسكات بدنا يسحون بالسرعة علينا. اها اي نعم. يعني توقع اكو مثلا عجلة بالإجراء المعاملة؟ نعم. أكو فارق ما بين السابق والآن؟ نعم انسيابية حلوة ونظام ومرتبة، قاعة محترمة وتبريد بها ما شاء الله، واستقبال من قبل السيد العميد ولا من الأخوة كلهم. لا ما شاء الله. هذه مجاملة؟ لا والله، لا والله ما أعرف السيد العميد. الله يرضى عليك ونعملكم. سلمك الله. مثلا والله زين المعاملة ما نتعطل ان شاء الله. تجديد جواز؟ تجديد جواز نعم. اي قبل نص ساعه انا جاي وهسه معاملتي من الاخراج. ايش قد قالوا لك ويسلموك الجواز؟ بعد شوي بعدني بس تكمل معامله ان شاء الله، اجراءات يعني تكمل. ما اعرف بعد ايش قد المده. يا مسي العميد. هسه راح اليوم؟ اي هو هسه اي واحد اساله هذا راح يطلع المواطن شو وقت راح يبلغه؟ انت اساله اقول له شو وقت بلغوك؟ هسه هذا كمل؟ اي اي. السلام عليكم. شلونك عزيز؟ بلطني كارت ولا ازعح؟ لا رحمة. يوم هاي يوم الاستلام؟ يوم الاستلام يوم 25/6. يوم قبل الشهر؟ يوم 23. يوم تستلم الجواز؟ لا لا يوم الاحد. يوم الاحد؟ نعم. احنا اليوم اربعاء يعني خميس جمعه سبت صح. بس اللي المعاملات اللي ورا تعبر يعني الساعه 12 11 12 نبلغهم، بس المعاملات يعني مال الصبح لحد الساعه 12 يستلمون باكر مبلغين. اي شلون اجراء المعامله؟ زينه والله سهل الاجراء. سهل ما اخروا؟ لا ما اخروا. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، شاهدنا تقريرين حول قسم جوازات الكرخ
وبصراحة نعتذر من الإخوان اللي دي يتصلون ما نقدر ناخذ اتصالات لأن وقت البرنامج بدأ ينفذ، ولو كانت الحلقة كاملة لكان أخذنا كل الاتصالات. أوعدكم إن شاء الله الأسبوع القادم راح نفتح الاتصالات، وأتمنى أن يكون ضيف معنا من الجوازات، وراح نتحدث مع سيد اللواء رياض جندي أن يكون ضيفنا حتى يكون الإجابات على كل مفاصل الجوازات والجنسية إذا كان عنده وقت، أو من ينوب عنا يعني يجاوبنا على كل التساؤلات إن شاء الله باتصالات مفتوحة. كنت أتمنى يكون كل الدوائر تصير مثل جوازات والجنسية بصراحة، يعني فتحوا كل أبوابهم، قالوا مستعدين أن تصورون بأي مكان، وكذلك مؤسسة الشهداء اللي قاعد كل منافذنا كل مكاتبنا خدمتكم حتى تصورون. يعني سيد عبد الإله النائلي وللأمانة الآن جاب بالي ذكرى، فتح كل أبواب المؤسسة أمام قناة الأيام وخاصة في برنامج بخدمتكم. هي دعوة إلى كل الأخوان في وزارات الدولة، من يرغب بتصوير حلقات برنامج بخدمتكم أبوابنا أو قلوبنا مفتوحة قبل أبوابنا لتغطية كل ما تقدموه للمواطن، وأيضا نستفسر ونسأل، وتساؤلات المواطنين تكون هو بوابة لكم تقييم عملكم الإداري أو العمل الحكومي. إذن هي دعوة إلى كل وسائل الإعلام أو مكاتب الإعلامية تابعة الوزارات بالتعاون معنا في برنامج بخدمتكم. في ختام الحلقة أحب أن أشكر العميد الرغام والأخ المقدم وسام، وأيضا الأخ العميد جاسم، وأيضا الرائد إحسان لتقديم الخدمات للناس بالتالي من أعلى ضابط إلى آخر منتسب في جوازات الكرخ، وأيضا تعاونوا يعني في تقديم حلقات برنامج بخدمتكم. في ختام الحلقة تقبل تحيات كادر البرنامج، وأنا معد ومقدم البرنامج حازم الحربي، يلتقيكم يوم السبت القادم في الساعة 9 مساء. في أمان الله وحفظه.